قصة جحا والحمار وابنه. في يوم من الأيام كان جحا وابنه يحزمون أمتعتهم استعداداً للسفر إلى المدينة المجاورة، فركبا على ظهر الحمار لكي يبدأوا رحلتهم. وفي الطريق مروا على قرية صغيرة، فأخذ الناس ينظرون إليهم بنظرات غريبة ويقولون: انظروا إلى هؤلاء القساة يركبون كلهما على ظهر الحمار ولا يرأفون به. وعندما أوشكوا على الوصول إلى القرية الثانية، نزل الابن من فوق الحمار وسار على قدميه لكي لا يقول عنهم أهل هذه القرية كما قيل لهم في القرية التي قبلها. فلما دخلوا القرية رآهم الناس فقالوا: انظروا إلى هذا الأب الظالم يدع ابنه يسير على قدميه وهو يرتاح فوق حماره. وعندما أوشكوا على الوصول إلى القرية التي بعدها، نزل جحا من الحمار وقال لابنه: اركب أنت فوق الحمار. وعندما دخلوا إلى القرية رآهم الناس فقالوا: انظروا إلى هذا الابن العاق يترك أباه يمشي على الأرض وهو يرتاح فوق الحمار. فغضب جحا من هذه المسألة وقرر أن ينزل هو ابنه من فوق الحمار حتى لا يكون للناس سلطة عليهما. وعندما دخلوا إلى المدينة ورآهم أهل المدينة قالوا: انظروا إلى هؤلاء الحمقى يسيرون على أقدامهم ويتعبون أنفسهم ويتركون الحمار خلفهم يسير لوحده. فلما وصلوا باعوا الحمار. الإشراقة لا تستمع لكلام الناس دائما، وحاولوا أن تهتم وتفعل بما يرضي الله، ولا تدع آراء الناس تؤثر بيك.